السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه تخص شريحه كبيره بصراحه. الاعداد ما اعرف بالضبط ايش قد العدد، لكن من خلال نقاشنا ويا سيد الضيف راح نعرف ايش قد عدد المستفيدين من حلقه هذا اليوم. طبعا لهم عنايه خاصه وقانون خاص يحفظ حقوقهم، ولكن الحكومة طبقت القانون، وزارة راعتهم برعاية كاملة، لأنهم فعلا يستحقون. حتى الحكومة وفق القانون وضعت شخص معين أن يرعاه، فهذا الشخص أيضا وفرت له الدولة الإمكانيات، زين صحيا وفرت للدولة حقوقه الشرعية، حقوقه كمواطن عراقي أصيل وفرته. هسه البعض يمكن يقول يشوف البرنامج يقول له ليش هو الناس الأصحاء وفرت لهم الدولة. هسه خب هذا الموضوع بحث آخر نقدر نناقشه، لكن دول يعني بصراحة، لكن حسب ما تحدثنا القانون يعني يقول قانون قانون ما زال الاسم هذا، لكن أنا هذا الاسم أنا أحس يحتاج إعادة نظر. ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أنا أتوقع أنا وجهة نظري يعني كأعلام كمواطن عراقي، أنا أقول ذوي الاحتياجات الخاصة هو أنسب أن يكون لهذا هذه الشريحة المهمة. طبعا من ضمن هاي الشريحة هم أبطالنا من القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي اللي خاضوا معارك مع ضد داعش ويحتاجونهم إلى معين. أيضا هذا الموضوع جدا مهم اليوم أثناء حديثنا مع الأستاذ ضيفنا العزيز هذا اليوم، تداولنا بالموضوع وجدنا أن أيضا أكو خدمات تقدم لهذه الشريحة، يعني عندهم راتب في وزاراتهم وأيضا يأخذون إعانة للمعين اللي يقدم خدمات أو يعين هذا ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم هي حلقه خاصه بحقوق، يعني ارجع اقولها خلاص حسب القانون ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه. ضيف حلقتنا الاستاذ علي خالص خلف، رئيس قسم الشؤون القانونيه في هيئه حقوق ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. نرحب بك اجمل ترحيب استاذ علي. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا لحضوركم ولقناتكم الكريمه. الله يحفظكم. الله استاذ علي. الله يسلمك. الله يبارك فيك استاذ علي. دائما احنا الضيف يمكن انا ما اعرف كل القانون، بعد قبل من صار نيتنا نعمل حلقه خاصه بدائرتكم طلعت على القانون بصراحه بكل تفاصيله وبي جيد، يعني شكلا نظريا القانون فوق الممتاز بصراحه، وعلى حسب معلومات سمعت منه اكو تعديلات ايضا جيده وايجابيه تخص هاي الشريحه اليوم نعلنها لاول مره. لكن هل طبقت فعلا وما هو القانون حتى يفهم المواطن العراقي شنو حتى المواطن العربي اللي يشاهدك اليوم يريد يعرف، يعني دولته هل وصلت مستوى يا هو الافضل يقارن هل عندنا دولتنا بسين من الدول العربيه مثل العراق، العراق متفوق عليهم ناحية الحقوق، يا ريت تعرفنا بهذا القانون. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة على هالاستضافة، ولغرض معرفة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم وفقا للقانون. مثل ما تعرف أستاذ، في سنة 2013 صدر قانون رقم 38 اللي هو قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. بصراحة القانون صدر وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي العراق أحد أعضائها، انضم إليها بالعام 2012 وصدر قانون بهذا الشيء. وفقا للاتفاقية صدر قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 سنة 2013. عفوا يعني أستاذ علي، قبلها أكو كان يعني نظام تعملون به قانون؟ لا، قبل 2003. قبل 2003 خاص فقط المقاتلي القادسية وأم المعارك، فقط للعسكريين. المدنيين ما مشمولين. المدنيين ما مشمولين. لكن بعد 2003 صار. بعد 2003 نعم صارت اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
والعراق انضم إلها بالعام 2012 وصار يعني ملزم للعراق بأنه صدر قانون لهذه الشريحة المهمة. وصدر هذا القانون رقم 38 لسنة 2013. جرى العمل به صراحة بعد نهاية عام 2015. تدري لأن ظروف في عام 2014 وما داعش صح. تأخرت الهيكلية اللي صارت بال على هيكلية الهيئة. بس هو راح موجود قانون موجود النشر بجريدة الوقائع العراقية عام 2013. جميل. الوزارة اشتغلت بالقانون نهاية عام 2015 بعد ما وفرت الكوادر، بعد ما وفرت الموازنة، بعد ما وفرت الأبنية، صارت تعيينات للموظفين على وفق القانون. باشرنا بالشمول في عام 2000 نهاية 2015-2016 شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرد. راتب المعين المتفرد فقط. نعم، بالإضافة للامتيازات الأخرى، بس مو ذيك يعني بصراحة الإمكانيات الكبيرة حتى تطبق كل القانون. لأن قانون حديث النشأة هذا تتحدث لي في فترة 2015. نعم 2015-16 حديث النشأة، فيراد له جهود كبيرة حتى يطبق بكامل حقوقه. شقد النسبة لحد الآن من 2015 شقد تطبق من عدة؟ لغاية الآن تقريبا هو مطبق القانون بتفاصيله. نعم، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة قبل ما يصير التعديل، ومطبق كل تفاصيله وكل الخدمات اللي وكل حقوق ذوي الإعاقة. جيد، احنا راح ناخذها بالتفاصيل. نعم. ان شاء الله استاذ علي، وكون شاكر لك اذا اعطيتني كل المعطيات. هذا راح يحيني الى سؤال اثناء جوابك، من هم المشمولون؟ من هم المشمولين؟ أي معاق يحال إلى لجنة طبية، واللجنة الطبية هي من تقرر نسبة. هي من تقرر بأنه هذا يستحق راتب معين متفرغ لو ما يستحق راتب. إيش قد النسبة؟ النسبة 75 فما فوق. عندكم لجنة داخل الوزارة؟ لجنة نعم أكو داخل الوزارة، وحاليا أكو أكثر من لجان موزعين على الكرخ والرصافة تابعين لوزارة الصحة. زين، اكو النسب اللي اقل من 75 ايضا ينشمل دائرتكم لو شنو؟ ما ينشمل براتب المعين المتفرغ، بس ينشمل بقيه الخدمات الاخرى. ينشمل مثلا كسياره محوره يقدر لحد الان فعاله. نعم نعم موجود، يقدم للدراسات، دراسات العليا على وزاره التعليم. جيد. العالي الى وزاره النقل. جيد، قبل ان ندخل بالتفاصيل استاذ. نعم. علي، يعني هاي. نعم. عجله اللي هي يمكن اعتقد 5 سنوات ما تباع ولا تشترى. نعم. هذا بعد القانون. نعم. بعد سعر المفروض. اي موديل؟ اي موديل؟ نعم وفقا لا 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 وفقا لقرار مجلس الوزراء، يعني على التعليمات مال المرور. يعني لازم نعم. موديلين حديثه، اخر موديلين بس سمحوا اعتقد لذوي الاعاقه دون الموديل. دون الموديل اعتقد يعني. جيد. نعم. ممتاز. اكو الماده ثانيا، اولا يعني طبقت عندكم بالقانون، قانون ذوي الإعاقة اللي هو عدم التمييز، عدم التمييز عفوا. اي نعم، احنا يعني بالاضافه لعدم التمييز من ضمن يمكن اعتقد ثانيا الماده ثانيا يقول لك بانه دمج اصحاب ذوي الاحتياجات بالمجتمع. نعم. يعني انت دائما ما يتنمر عليه بعض مثلا. صح. هذا كذا، هذا كذا، والتنمر صار للأسف يعني بكل العالم، حتى مو بس العراق. إذا يندمج هذا الشخص وكو عندنا أصحاب ما شاء الله صار عقول، شفناهم بالمؤتمرات العلمية، رجل أكو علماء وتجارب كبيرة، علماء هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا هسه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دمجتوهم، اكو عدم تمييز بين هذا وهذا الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه؟ بالصراحه الهيئه تسعى بكامل بما اوتيت من قوه ما تسمح لاي تمييز لذوي الاعاقه، سواء كان امراه او رجل او طفل. بالنسبه للحقوق تمنحها بكامل حقوقهم بدون اي تمييز. الهيئه تسعى لتدريب ذوي الاعاقه، تدريب ذوي الإعاقة وذويهم
لغرض زجهم في سوق العمل. جميل. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفق الحالة اللي عارف. وفق الحالة طبعاً. أكو لجنة تشكل لهذا الغرض. تدرس حالة المعاق وشنو اللي يفيده أي مهنة اللي يقدر يتعلم عليه. صارت عندكم يعني طلعوا. أي نعم نعم إحنا الهيئة قاعد تشتغل على هذا. على هذا الأساس. يعني هي فكرة لو. لا وفقا للقانون وفقا للقانون نعم. جيد. بالتعاون مع مراكز التدريب المهني اللي هي تابعة دائرة العمل. اللي هي داخل الوزارة. داخل الوزارة. بلي. تشكل لجنة مشتركة وتقابل المعاق. وتشوف أي مهنة تناسبه. ويزج ويدرب لهذه المهنة وتقريبا ورا فترة نخلي له فرصة عمل. صارت عنده فرصة عمل. الإعانة تبقى لو تقطع. الإعانة حتى تبقى. المعين. الإعانة تبقى. تبقى. تبقى الإعانة للمعين وليس للمعاق. أها. نعم تمنح للمعين وليس للمعاق. يعني هو ما عنده إعانة. فحتى إذا صارت عنده فرصة عمل الإعانة تبقى لأن هذا يريد من يلازمه ويعاونه على مدار اليوم. نعم. حتى لو لقى له فرصة عمل لازم أكو من يعينه. زين المعين يعني حتى لو موظف. لا المعين هنا أكو راح نميز بين المعين كموظف والمعين اللي غير موظف. غير موظف. المعين الموظف إذا عنده من ذوي الإعاقة يمنح راتب يمنح إجازة معين متفرغ وفقا للقانون سنة كاملة. سنة كاملة. للتعديل الجديد صارت سنتين. شنو سنتين؟ سنتين إجازة. سنتين عفوا. نعم سنتين. بدال السنة صارت سنتين. زين. في حال إذا غير موظف يمنح راتب 170 ألف دينار شهري قطعي. شهري نعم. بموجب القانون الجديد صارت 250 ألف دينار. هذا تعديل جديد يعني؟ نعم نعم صدر قانون رقم 11 لسنة 2024 ليعدل مبلغ الراتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250. هاي أنت الحديث؟ صدر بالقانون يعني 3/6. 3/6 نعم. بس تطبيقه بس مع الأسف التخصيصات المالية عقد وتطبيقه إن شاء الله على 2025. أوف. أي نعم. يعني هاي السنة ماكو. بعد ما تتوفر ال. بس الجداول المالية. جداول كملت يعني وافقوا على البرلمان ونزلت الجداول. بس ما جت ال. لأن صراحة الجداول اللي راحت المجلس الوزراء انقرت وراحت المجلس النواب انقرت قبل ما يصدر القانون. أوف. نعم. ما شملت. اي ما شملت. اذا انتم على موازنة 2015. 2015. او على جداول 2015. واذا ان شاء الله اكو محاولات من دول من السيد الوزير ومن السيد رئيس الهيئة بهذا الخصوص ويا السيد رئيس الوزراء اذا اضافت لنا تخصيصات فهم نزيد ال 250 اذا ما صارت فان شاء الله على 2025. جيد. حتى اول ما راح ارجك يعني احتمال لها رأي آخر في الحكومة العراقية هذا راح تتبع بأثر رجعي ب 2025 شلون شلون إذا ما عندكم إجابة لا ممكن بأثر رجعي ها؟ لا مو بأثر رجعي مو بأثر رجعي مو بأثر رجعي حين ورود الموازنة توفر التخصيصات المالية تمنح تمنح أما هذا مو بأثر رجعي بأثر رجعي يا أخوي ليش القانون على أول ما عندكم أي سؤال نعبر على الخطوة المفروض الحكومة يتجاوب بصراحة لأن بالتالي هو صدر القانون نزل بجرة الوقائع نعم. فدائما ما احنا ولو انت بالدولة ما تكتب هالشي الدولة لا تطلب المواطن 5 دنانير تاخذهن تاخذهن يعني بس المواطن من يعني يطلب الدولة ما اقدر اجزم احتمال اكو يعني نعم يعني ايش حلت الموضوع لكل نعم لكل حادث انا حديث جزء بال 2025 يخصصون مبالغ اي يعني اللي لهذا صح ما هي الخطة التي وضعتها الوزارة لولي حقا بصراحة هناك أكثر من برنامج تشتغل عليه الهيئة منها منصة أور اللي هي تسجيل ذوي الإعاقة على راتب المعين المتفرغ حاليا متوقف التسجيل عليها على مود التخصيصات المالية قبل فترة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية مشكورا طلق قناة الغدير اللي هي تخص الخدمات لذوي الإعاقة والاحتياجات اللي كانت بمناسبة يوم الغدير نعم بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي
شنو مهمتها؟ هان المنصة توفر الاحتياجات لذوي الإعاقة، منها تعليم دورات لغة الإشارة عبر المنصة. هاي للصم والبكم. للصم والبكم. زين. ولتدريب ذوي الإعاقة عبر هذه المنصة. بالإضافة إلى استفادة الدور الإيوائية من هذه المنصة من الخدمات التي تقدم من قبل الوزارة. نعم. فتقريبا هاي المنصة اشتغلت عليه. وإحنا عندنا هم برنامج هو اللي هو نجي لبيتك. تقديم خدمات بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة التربية. نعم نجيك لبيتك. هذا طلقته الهيئة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية لتقديم خدمات وزارة العمل وزارة الصحة وزارة التربية للمعاق. تروح البيت تشوف شو يحتاج، يحتاج راتب معين سجل كوزارة عمل، يحتاج كإكمال دراسة يجي دور وزارة التربية، يحتاج إلى علاج هذا دور وزارة الصحة. نعم ممتاز. هذا فريق مشكل ويطلع تقريبا أسبوعيا يطلع على المعاقين. شنو الحالات اللي وردتكم بصراحة؟ حالات اللي وردتكم مثلا هذا المعاق ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى إجراء عملية خارج العراق، أنتم تتكفلون كوزارة؟ هاي من مهام وزارة الصحة. الصحة. مهام وزارة. بس بالتعاون مع وزارتكم بكل تأكيد. أكيد يعني. طبعا بس هاي يعني إحنا دائما ويا وزارة الصحة، وزارة الصحة تقول أنا أتكفل بكل شيء مجاني أقدم له. كخدمات صحية. نعم داخل العراق. نعم. بس هم عندهم الإخلاء. إيه أكيد هاي من مهام وزارة الصحة. يعني إذا عمليات فوق الكبرى تحتاج إلى خارج العراق. خارج العراق نعم يجي دور وزارة الصحة وتأخذ دورها الطبيعي وفقا للقانون. أها. نعم من مهام وزارة الصحة. شملتوا بالتأمين الصحي؟ وفقا للقانون الجديد نعم. شملنا ذوي الإعاقة خلينا هو مجانا. جيد. شمول بالتأمين الصحي مجانا خلينا هو بالقانون الجديد. استاذ على المستلزمات الطبية مثلا اكو هذا مثلا معاق ذوي الاحتياجات يحتاج الى ويلتشير مثلا يعني او يحتاج الى مسند الى عصا الى مسند يعني هاي التفاصيل. نعم. يعني انت ايش قد نشوف احنا بسيطة. نعم. بس هي اكيد مكتفة على وزارة. أكيد. بس هي مهمة جدا لاصحاب ذوي الاحتياجات. نعم. الخاصة. وفرتوهن لهم استاذ بيل؟ هاي المستلزمات لذوي الإعاقة تقع على عاتق وزارة الصحة. وبصراحة احنا كهيئة ومن خلال مجلس الإدارة اللي احد اعضائها من مدير عام من وزارة الصحة دائما نطالب هذا الشيء. وحسب اللي ما وصلنا اخيرا بانه هناك عقود لهذه الادوات لذوي الإعاقة منها الكرسي المتحرك العصا وغيرها. بس يقول يعني حسب ما افتهمنا بانه متوقف على العقود والتخصيصات المالية. بس انتم كنتوا تمنحون؟ احنا نمنح نعم. حاليا تم الاتفاق بانه ويا وزارة الصحة بالنسبة للكراسي المتحركة نزودهم بالاسماء والمحتاجين يستلمها من وزارة الصحة. يعني انا وللامانة وللامانة يعني انا خب ما مجبر اتحدث في هيك موضوع. عندي ابن اخويا شل الرباعي. وامانه الله يعني لا دخلت بالموضوع ولا حكيت ويا وزاره ولا واخويا بعد رايح مقدم الطلب من حو مو ويلتشير العربه ام الاربع عجلات. نعم. نعم. الكترونيه يعني هذا. نعم. الجير الكهربائي وتفاصيل. نعم. ضخمه جدا يعني يقارب يقولون سعرها ما اعرف انا مليون مليون ونص سعرها اعتقد يعني ايش سعرها. هاي من وزاره العمل مو تمام؟ اي نعم نعم. يعني امانه انا اتحدث لان مو انتم ولا احتاج انا اكون فد لسان وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. جيد يعني انتم ما الحين هذيك اشخاص. احنا عندنا ودنا نشتغل على هذا الشيء بس نصطدم بالتخصيصات الماليه. اذا اكو تخصيصات ماليه لشراء الاجهزه الوزارة ما تقصر. خلين جدول معين بالاستلام حسب الموجود لو شنو لو قرعة لو مهم يعني. لا حسب الاحتياج. حسب. حسب الاحتياج. نعم مقابلة مع السيد الوزير أو مع السيد رئيس الهيئة. أها. وشوف الاحتياج إليه وإذا كانت متوفرة فيمنح.
الكرسي المتحرك. العلاجات خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. نعم. يعني ذوي الاحتياجات عندهم مثلا أصحاب أمراض مزمنة مثلا. أكيد. نعم. الصحة توفرها لو شون؟ نعم. عاتق وزارة الصحة. العلاج الطبيعي والعلاج الشراء الأدوية والشراء الأجهزة فكلها على عاتق وزارة الصحة. كتب رسمية جدا ممتاز. نعم جدا ممتاز. يعني كتب رسمية تروح لوزارة الصحة؟ نعم فاتح كتب رسمية من خلال تعاون من خلال لقاءات مشتركة بيننا وبينهم، لأن إحنا صراحة العمل جدا مشترك ويا وزارة الصحة. يعني احنا نمنع راتب المعين المتفرغ من خلال اللجان الطبية، فإذا ماكو لجنة طبية ما أقدر أمنح. صحيح. بالنسبة للعلاجات الثانية ف يعني وزارة الصحة مشكورة متعاونة بهذا الخصوص. أنا أشوف يعني وزارة الصحة هي الثقل الأكبر بصراحة. نعم. يعني أنتم على عاتقكم تنظيمي. يعني ممكن الإعانة مال احنا حقوقية. حقوقية. مو تمام ولا لا؟ نعم. فأشوف وزارة الصحة هي ثقلها أكبر يعني. نعم. جيد. نعم. باقي الوزارات باقي الوزارات كل وزارة لها دورها الخاص بموجب القانون. اكو تعاون لو بصراحة؟ لا اكو تعاون. نعم اكو تعاون مع الوزارات اكو تعاون، يعني اللي مسناه بالآونة الأخيرة اكو تعاون. حقوق مثلا من ضمن الحقوق قطع أراضي مثلا اي نعم فتشي اكو؟ اكو اكو على امتيازات الامتيازات اكو امتيازات للدولة العاقة بموجب القانون. احنا سابق القانون رقم 38 سنة 2013 نطى حقوق للدولة العاقة وخلى على عاتق وزارات ثانية توفير الخدمات لها يناسبها كل وزارة وشنو اللي عندنا. وزارة التربية من ضمن الخدمات توفير المستلزمات والتعليم لذوي الإعاقة مجاني طبعا مجاني. حتى المسائي بموجب القانون الجديد. نعم. وزارة التعليم العالي سابقا كان مقعد دراسي واحد زين، على التعديل الجديد صار مقعدين دراسيين ماستر ودكتوراه. نعم. كل اختصاص مقعدين دراسيين. جميل. فيما يخص وزارة النقل بموجب القانون ملزمة بتوفير وسائل نقل لذوي الإعاقة خاصة بهم. فيما يخص وسائل النقل الجماعية لازم أكو وسيلة يعني السيارات أو النقل الجماعي أماكن خاصة اللي صراحة الرمبات اللي يصعد عليه المعاق للسيارة ها ملزمة بموجب القانون عليهم. بالإضافة بصراحة يعني حاليا ما موجودة بس الهيئة تعمل بس عندنا زلمة تشيل أبو العرب هذا. بالإضافة إلى التذاكر السفر زين للمعاق إلى 50% تخفيض لمرتين بالسنة. بموجب القانون الجديد المعاق اللي نسبة العجز مالته أكثر من 75 يرافقه مرافق واحد والتخفيض 50%. حتى المرافق جيد. نعم. خلينا بصراحة وزارة هيئة العفو هيئة الحج والعمرة خصصنا نسبة 1% لذوي الإعاقة وفقا للقرار. نعم. زين. وزارة هاي السنة دزيتوا؟ حاليا القانون الجديد النشر هسه اتصل على كل شوية وتقول لي القانون الجديد. اي مو هذا قانون. نعم. القانون الجديد هذا قانون. عفوا اشكرك. اي شنو هذا القانون الجديد؟ هذا قانون التعديل الأول لقانون 38 لسنة 2013. اي احنا سابقا نشتغل بهذا القانون اللي هو 38 لسنة 2013 زين اتعدل بموجب هذا التعديل. التعديل الأول رقم 11 لسنة 2024 تعدلت تقريبا ما يقارب أغلب المواد. دخلنا به وزارات ثانية مهام ثانية للوزارات ما كانت موجودة بهذا القانون زين من ضمنها هيئة الحج والعمرة. هيئة الإعلام والاتصالات أمانة بغداد المحافظين ومجلس محافظة زين وغيرها من الوزارات الثانية. فألزمناهم بتوفير كل ما يحتاجه المعاق. أي. كل وزارة واختصاصها. يعني هسه هذا القانون أول مادة اللي قبل كانت اسمها قانون حقوق ذوي الإعاقة صار قانون رعاية ذوي الإعاقة. لا سابقا قانون رعاية ذوي الإعاقة حاليا بموجب القانون رعاية. شالت رعاية صارت حقوق ذوي الإعاقة. نعم. هذا شنو ينبذ عليه هاي كلمة حقوق؟
الحقوق يعني عام واشمل من الرعاية، بالإضافة إلى وفقا لاتفاقية حقوق، هاي إلزام، إلزام واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة لازم تكون كلمة حقوق وليس رعاية. رعاية ممكن يصير بيها مد وجزر، نعم، لكن الحقوق تثبت، حقوق طبعا يعني ملزمة الحكومة لأنه هذا حق لذوي الإعاقة، حق من حقوقه العيش الكريم، إمكانية الوصول، الحياة الكريمة لهم. واللي ما يطبق هالشيء يعني شنو الحق القانوني بالنسبة لأصحاب ذوي الاحتياجات كوزارات؟ أي؟ يعني صراحة من خلال التطبيق ما أنا هالشي قانون، ما أكو أي وزارة امتنعت عن تطبيق هذا القانون. إذا وزارة العمل مثلا أخلت بالقانون هذا شنو وين يشتكي ذوي الاحتياجات خاصة؟ بس خلنا نشتكي عليكم انتم قانونا المحكمه الاداريه لو شنو؟ لا بصراحه القانون ما خلى يعني ما خلى ما خلى ما خلى اي نعم ندعوكم المشرع اي نعم بس احنا بصراحه يعني ابواب الوزاره مفتوحه لكل المعاقين سواء باب السيد الوزير معالي السيد الوزير ولا باب الهيئه اي حقوق او اي شوف عنده مظلوميه يجي الابواب مفتوحه. جيد، من اهم التقارير اكيد لانه يعني بصراحه من اهم التعديلات اللي صارت، من اهم التعديلات يعني صراحه اللي هو اغلب المعاقين يتكلم عن الراتب، وهنا بالحقوق صار راتب، صار مبلغ، صار مبلغ لا راتب ولا إعانة، يمنح ذوي الاعاقه، يمنح المعين مبلغ مقطوع 250,000 دينار، واللي عنده راتب معين واللي عنده راتب رعاية اجتماعي إلى حق الجمع. اها جيد، نعم سابقا اضافت بموجب القانون. حلو. بالإضافة إلى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي. شنو قصدك؟ يعني مو الشخص اللي الراتب المتقاعد الأصيل، المستفيد سواء الزوجة مثلا أو الأولاد أو الأطفال إلى حق الجمع بين راتب المعين المتفرغ والراتب التقاعدي مالته المستفيد. ممتاز. نعم. وش قرر؟ العمر المعين المتفرغ صار 15 سنة؟ 15 سنة. إلى حق أن يكون معين؟ إلى حق، نعم يصير. إلى القانون ما حدد. ما حدد. يعني 15 سنة فما فوق. نعم. إلى حد يعني صراحة يعني ما معقول يجي معين متفرغ 80 سنة وما يقدر، هذا يحتاج لمعين، هو يحتاج لمعين. صحيح. نعم. كل الجنسين، نساء ورجال. نساء ورجال. نساء ورجال. نعم. بموجب هذا. سنة القرابة إلى علاقة؟ ما تحددت بالقانون. ما تحدد. ماكو سنة قرابة. تمام. بكل تأكيد يعني لازم يكون بالبيت هو يعني. أكيد لأن هو المادة 19 يقول يلازمونهم لذوي الإعاقة حق تعيين. لكل من يلازم المعين المعاق. من يحدد هذا يعني هذا العمل كمعين طبق او ما طبق؟ الصراحه لغايه الان يعني هاي الفقره يراد لها جهود تتضافر كل الجهود. يعني اولهم هو المستفيد. يراد له يعني باحثين، يراد له كادر وظيفي حتى يطلع يشوف بانه هذا المعين فعلا قام بواجبه لو لا. مقابل مبلغ المقابل. نعم. واحنا اكو حالات تجينا كمعاق يجي يقول انا هذا ما فادني عايفني ويستلم الراتب وعايفني شو تسوي انتوا اجراءات؟ فاحنا صراحه يجي يقدم طلب تغيير المعين الى حق فيغير المعين ويخلي معين اللي يناسبه. اي نعم. ممتاز. وفرتوا لهم فرص عمل من خلال الدورات؟ صارت دورات. اكو ناس اشتغلت بالمهنه يعني مثلا خياط او مثلا شوف شنو اللي ترهم حسب الحاله مالته يعني. بصراحه العام الماضي سوينا دورات بالتعاون مع منظمات. دورات مختلفه. منظمات مجتمع مدني قصدي؟ نعم نعم. منظمات يعني دورات مختلفه لذوي الاعاقه. خياطه وتعلم على حاسوب والاجهزه والصرافات وغيرها. ف تقريبا لغرض زجهم سوق العمل. هي بصراحه يعني الخمسة ايام او العشرة ايام ما كافي لاي شخص سواء
من ذوي الإعاقة أو الشخص الصحي يقدر يتعلم المهنة خلال 5 أيام أو 10 أيام. يظل يدخل للدورة فد ما لا يقل عن 3 أشهر أو 6 أشهر حتى يتعلم للمهنة ويقدر صح يزج بسوق العمل. هسه دا أقرأ يعني بشكل سريع. يعني دا أشوف يعني هواي دوائر وجهات حكومية عندها مهام كبيرة بصراحة وخاصة بالتعديل هذا. يعني مجلس القضاء الأعلى، وزارة التربية، وزارة التعليم أغلب وزارة العمل كرئيس يعني كجهة رئيسية، عندكم وزارة الإعمار والإسكان، وزارة توفير القطاع الأراضي، توفير قطاع الأراضي ومجمعات سكن. مش قد ياخذ نسبة المجمعات السكنية المستثمار يعني؟ أكو نسبة لكم أكيد يعني؟ إيه أكو نسبة. مش قد نسبة ذوي الاحتياجات؟ ذوي الاحتياجات بصراحة يعني كرقم ما كرقم ما عندي بس أيه. هم بصراحة عندهم نسبة لذوي الإعاقة. ذي يستلمون له بعد؟ نعم كل مجمع سكني يكمل وزارة الإعمار والإسكان تخاطبنا في أي محافظة. تخاطبنا تقول هذا المجمع السكني كمل رشحوا لي من ذوي الإعاقة. جيد. فإحنا إذا في محافظة فلنفرض في محافظة البصرة. كمل مجمع سكني. تخاطبنا تقول المجمع السكني في محافظة البصرة كمل رشحوا لي من ذوي الإعاقة عندي ما يقارب 10 شقق سكنية أو 10 منازل. فإحنا نخاطب القسم المعني رشح لنا أكثر من 10. وندزها لوزارة الإعمار والإسكان. ها هي تتكفل. أي نعم. زين المبلغ يعني الشقة. مخفض لغاية 75%. جميل. كل زين. 75% تا 25% فقط يعني. والأرض مول بالنسبة للمجمع. حسب حالته صح. أنا كده قبل فترة يمكن أسبوعين أو أكثر أو شهر تقريبا العتبة الحسينية افتتحت مشروع سكني في البصرة. مشروع كلش ضخم يعني اعتقد اصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصه. اكو هيك مبادرات عندكم كوزاره عمل مشاريع يعني صراحه ويا العتبه الحسينيه مشكوره في جميع المجالات. تدعمنا في بالنسبه لاقسامنا، بالنسبه لشريحه ذوي الاعاقه، بالنسبه للدور الايوائيه ساعدنا يعني مشكوره بصراحه. تقدم كافة المساعدة اللي تقدر لها طبعا. العتبة الحسين اكو عندكم تواصل وياها؟ اكو طبعا عندنا تواصل دائما متواصلين وياها. خاصة مستشفيات الوارث وكذا هم ايضا متعاونين وياكم؟ حاليا لا بهذا المجال بعد ما يعني ما فاتحين باب التعاون. اي نعم بشكل جميل. زين وزارة التخطيط شنو عندكم؟ وزارة التخطيط المفروض توفر قاعدة بيانات لذوي الإعاقة وأعدادهم. بموجب القانون لازم اكو قاعدة بيانات تقع على عاتق وزارة التخطيط تقول بانه هلقد نسبة المعاقين في العراق. واحنا نأمل ان شاء الله على التعداد السكاني نقدر نطلع في نسبة معينة او النسبة النهائية لشقد نسبة المعاقين في العراق. اكو عندك رقم تقريبي تقريبا نسبة تقريبية؟ والله في ما يقارب الـ4 مليون. 4 مليون؟ اي نعم. وهاي كلها متكفلة وزارة العمل؟ أي لو نعم. لو هذا المجمل لكن هذا المشمولين المجمل. احنا حاليا المشمولين في قاعدة البيانات اللي يستلمون راتب المعين المتفرغ ما يقارب 370 الى 380 الف مستفيد. مستفيد ها كراتب. كراتب نعم. اكو عدة خدمات، السيارات اللي يريد يسجل على السيارة، اللي يريد يسجل على دراسات، اللي يريد يعني اكو هواي. ممتاز. وزارة الثقافة والسياحة ايش عندها وياكم؟ حاليا دخلناها بال تعديل. بالتعديل يعني وسائل السياحة وما السياحة لازم كل السياحة الدينية ترفيهية. نعم نعم. توفير الخدمات لذوي الإعاقة وهاي طبعا بالتعاون مع وزارة النقل الباصات ما أكيد باصات أكيد طبعا أكيد خاصة راح تكون هنا طبعاً. هيئة الإعلام والاتصالات دخلناها لغايه هذا تعديل شامل ترى. اي نعم نعم تعديل شامل بالفعل، تعديل شامل للقانون 38 تعديل شامل. ممتاز. يعني الاعلام والاتصالات حتى تاخذ دورها بتوعيه الجمهور بحقوق ذوي الاعاقه. يعني بصراحه يعني من خلال هيئه الاعلام
الدور ذوي الإعاقة جدا محدود. صحيح. فإحنا خلينا حتى تتوسع حقوق ذوي الإعاقة ويعرفون عامة الناس شنو الواجب اللي إلهم واللي عليهم. طبعا وللأمانة التنمر هسه دا أذكر وأنت تتحدث طيبة العراق والشخصية العراقية مو من النوع اللي تجرح بسهولة يعني. ممكن تلقى فئة هنا وخلية قلبت يعني تلقى هنا فئة هنا فئة يعني ما عدا ذاك التنمر. فيحتاج فعلا لهاي الفئة الصغيرة اللي ممكن تعيب على شخص يتلكى يتأتئ بالكلام أو برعاش عند أو مثلا شلل ولادي أو شلل رباعي عفوا. فهاي الإعاقات يعني موجودة بحالات عندنا لكن مو كلش يعني 4 مليون بالنسبة ل 42 مليون نسمة ممتاز يعني رحمة نقول مو صح. أكو دول عندها إعاقات أكبر بعد لكن عملية التأهيل ضرورية إن كان عبر وزارة الاتصال هيئة الاتصالات إن كان وزارة النقل إن كان وزارة التخطيط عند وضع البيانات كلش مهمة. هذا هنا الشمال الإقليم لو فقط دون الإقليم لا دون الإقليم دون الإقليم. إحنا بصراحة من مجلس الإدارة الهيئة مجلس إدارة عندها مجلس إدارة اللي يديرها مجلس إدارة خلينا عضو مجلس إدارة قانون السابق والتعديل الجديد بس مع الأسف وللأسف الشديد ولغاية يومنا هذا ما حضر أي ممثل عن حكومة الإقليم مع العلم عندهم قانونهم الخاص لذوي الإعاقة بس إحنا ما نريد يعني نبعدهم عن عن هذا عن البيت العراقي عن البيت العراقي نعم بس ونطالب بأنه يعني من قناتكم بأنه يرشحون عضو مجلس إدارة أسأجى أجى واحد من ذاك البيت بلكت الله ما أدخلكم في السياسة بلكت إن شاء الله يشمل هذا البيت الكل العراق الكل يعني شمال العراق يكون هو جزء مهم من العراق وأخوتنا هم بالتالي أخوتنا جيد. شنو بعد الجديد اللي صار بالقانون؟ الجديد بالقانون شملنا المقيمين. شو المقيمين؟ المقيم الغير عراقي. اها نعم اللي مقيم إقامة مشروعة ودائمة بالعراق. واضح. شملنا فيما يخص راتب المعين المتفرغ فقط. ممتاز. وشملنا الفلسطينيين بكل الامتيازات. انشمل بها الأخوة الفلسطينيين المقيمين كالعراق بالضبط يعني كالعراق نعم يعامل الفلسطيني معاملة العراق صحيا نعم بالنسبة للامتيازات بهذا القانون. عندكم مكاتب بالمحافظات أقسام نعم موجودة كل محافظة موجودة أكو محافظات بها أقسام اثنين بالإضافة إلى اللجان نعم. الفرعية شنو اللجان الفرعية؟ لجنة فرعية مثلا في محافظة الأنبار زين الأقسام القسم الرئيسي في الرمادي فتحنا لجنة فرعية مثلا في الفلوجة فتحنا لجان فرعية في القائم لأن تبعد القائم عن مركز المدينة ما يقارب 300 كيلو فحتى لا يتعنى المعاق وذويهم يجون للرمادي فتحنا لجان فرعية وكذلك بالنسبة لبقية المحافظات الأقضية البعيدة اللي تسبب عناء لذوي الإعاقة ومعينيهم يراجعون خلينا لهم لجان فرعية يقدمون لهم الخدمات لهم اللي معاق بنسبة 80-90% نعم. هذا ما يقدر يوصل لكم إلى الدار المعنية وانت تقول عندنا جوالين نعم يعني يوصل للبيت وفق هذا نعم البرنامج نعم اللي وضعته نعم. أكو هذا وأكو وأكو لجان تروح فيما يخص مثلا راتب المعين المتفرغ ما يقدر يجي يعني لا يقدر المعين يجيبه ولا هو نقدر نجي فأكو لجان مشكلة لهذا الغرض يطلع لبيته ويشوف شنو حالته ويعرضه على اللجان الطبية جميل بدون ما يوصل للهيئة جيد. القوات الأمنية والحشد الشعبي شنو اللي لهم مديرية خاصة مديرية الجرحى العسكريين احدى داخل الوزارة احدى تشكيلات الهيئة جيد نعم تعنى بالجرحى العسكريين الداخلية والدفاع والحشد الشعبي نعم
فلهم يعني او اكو تنسيق مباشر مع هذين الجهات الثلاث. فقط اعانه لان هو دي يستلم راتب تقاعدي. فقط اعانه بالنسبه هم لامتيازات البقيه الثانيه. نفس الامتيازات. نفس الامتيازات. ام المركبه وال... اكيد اكيد طبعا. هو هذا القانون ما فرق لا عسكري ولا مدني. الكل سواسية بالنسبة لهذا القانون. بس النص ذاكر النص قوات أمنية ما يذكر إحنا ما نقدر نذكر حتى ما يصير تمييز هذا مدني وهذا. هذا وفق المادة 2 أولاً حفظت القانون. جيد ممتاز يعني يعني بهاي الحالة أي شخص نعم. عنده إعاقة يعني يأخذ معين نعم. ويأخذ راتب معين اللي هي قطعي 250 50. إلى حين نعم. وصول موازنة تكفي لتغطية هذا المعين. وإذا ما يريد ال 250 أو راتب المعين اللي هي إجازة التفرغ الوظيفي اللي هي السنة سنة. براتب تام براتب تام مع المخصصات الثابتة. جميل نعم. ومتحركة لا غير مشمول به تقطع عنه. إذن دوائق أمنية يطو الموظفين فقط إيه هو ما مشمول العسكري بالإجازة المعينة المتفرغ. فقط الموظف. فقط الموظف نعم. اللي مدني موظف مدني. موظف مدني سواء الداخلية أو الدفاع والأجهزة الثانية الأمنية اللي هي المخابرات أو الأمن الوطني موظفين فقط. موظفين فقط. نعم. إذا دائرتك قلتك ما أعطي إجازة أنا هذا محتاجه وشخص مهني وده يخدمني. فأنا ما أعطي إجازة. بالصراحة بموجب القانون والسلطة التقديرية للدائرة بس. الدائرة بس بموجب القانون لازم إذا عنده معاق فهي الدائرة لازم تنطي إجازة التفرغ. هي ما راح تقدر تنطي إجازة التفرغ دائرته راح تحيلة إنه تقول يا هيئة ذوي الإعاقة هذا صار عندكم هذا يمكن شوف إنه يستحق إجازة التفرغ وظيفي لو ما يستحق حسب طلبه لو أنتم كتابة حسب طلبه حسب طلبه راح يكتب دائرته زين ودائرته تفاتحنا ونحيل المعاق للجان الطبية واللجنة الطبية هي تحدد بأنه هذا يحتاج إلى معين متفرغ لو ما يحتاج إلى معين متفرغ. جميل. هذا ثالثا نقول تعد إجازة المعين المتفرغ منتهية بعد 30 يوما من تاريخ وفاة الإعاقة. وفاة المعاق هذا تخص الإجازة التفرغ الوظيفي على اللي محصل على إجازة التفرغ الوظيفي في حالة وفاة المعاق خلال 30 يوم يبلغنا أو يبلغ دائرته حتى توقف الإجازة حتى راتب يوقف يعني عنهم توقف بالتأكيد يعني لا هاي فيما خص الإجازة يعني إذا توقف حالة الوفاة حتى يتوقف الإعاقة أي نعم بالتأكيد يعني. أي نعم. يعني هو أسئلة بصراحة وهذا القانون يعني صار عندي واسع ودا أقربي يعني وأوجد جدا واسع نعم بس بجهود نعم. مباركة بصراحة لكل الأخوة اللي قبل فترة حسيتها قبل شوي على التنمر احنا بموجب هذا القانون خلينا فقرة جزائية كل من يتنمر على ذوي الإعاقة شنو الفقرة؟ بالقانون اعتقد غرامة او حبس ممتاز اذا ما يجيب لك اثبات اكيد اكيد نعم يحال القضاء يحال القضاء انا شفت مجلس القضاء لا على اكو مجلس القضاء لا خلينا الدور لتوفير التقنيات لذوي الاعاقه وبالاضافه الى لغه الاشاره وغيرها من المترجمين بس هذا القانون ياخذ دوره بقضيه التنمر اي اكيد طبعا بموجب هذا القانون له خلينا الشرط جزائي او فقره جزائيه لهذا يعني هذا طال الصدر صدر ونفذ من 3-6 نفذ ستة. نعم صار نافذ وعلى الوزارات كل وزارة تلتزم بها 6-7 نعم يعني تقريبا صار لشهر 3 أيام أي نعم ما شاء الله جيد الناس ما تدري يمكن أغلبيتها ما تدري أغلبيتها تعرف على موضوع الراتب أي الراتب. جزاكم الله خير بس حقوق واسعة جدا بموجب هذا القانون أي دا أشوف والله نعم. جزاكم الله خير يعني فعلا مشتغلين عليه صح أي نعم يعني وتفصيلي اكثر واحنا صراحه يعني نقول اللي قدرنا نسوي واحنا عندنا هم نيه صراحه نعم لتعديلات ثانيه بحتى يتناسب ويا حقوقهم ندعوكم ان شاء الله على تعديلات القانون ان شاء الله الاستاذ علي خالص خلف رئيس قسم الشؤون القانونيه في هيئه حقوق ذوي الاعاقه نعم. كان عندي مشكله بهاي الكلمه
والاحتياجات الخاصة. شكرا لك من القلب، شكرا لحضورك، شكرا جزيلا لجوما. شكرا جزيلا. إذا مشاهدين كان في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وشكرا جزيلا لوزارة العمل لإتاحة الفرصة لحضور الأستاذ علي خالص في تغطية هذه، في تغطية البحث عن هذا القانون وفي عمق هذا القانون، ومن هم المستفيدين، وتعلمنا الكثير بصراحة من هذه الحلقة. تقبلت حياتنا وأدوم مقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.